أهلا بكم من جديد. كشف الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية خالد الرميحي أن نسبة الإشغال في منطقة البحرين اللوجستية تصل حاليا إلى 70%، مع وجود مسعى لإشغال المساحة المتبقية خلال سنة واحدة فقط. وقد عزى الرميحي للنشرة الاقتصادية الإقبال الكبير من قبل كبرى الشركات الإقليمية والعالمية على منطقة البحرين اللوجستية إلى موقعها الاستراتيجي وسط أسواق دول مجلس التعاون، إضافة إلى التكلفة التشغيلية المتدنية وتوفر الكوادر البشرية المؤهلة. ويمثل قطاع النقل والخدمات اللوجستية بحسب الرميحي أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي يركز عليها مجلس التنمية الاقتصادية في استراتيجيته لاستقطاب المزيد من الاستثمارات، فهو يساهم بنسبة 7% من الناتج المحلي الإجمالي ويوفر 19,000 وظيفة. احنا في حاجة صراحة نفكر من الآن إلى إضافة أراضي لتخدم الاستثمارات اللي نتوقعها تتدفق في هذا القطاع الحيوي. يعني المتبقي 30%، يعني تخيل لي إحنا بنكون مخلصين منه في خلال سنة أو سنة ونص بالكثير. يعني إحنا نريد نركز على المنطقة، على المنطقة وأيضا إلى الدول الخارجية العالمية، يعني التركيز أيضا إلى المملكة العربية السعودية، إلى الإمارات، إلى الهند والصين، يعني تخيل لي اتجاهنا إلى الشرق إضافة إلى الغرب. أكد الرئيس التنفيذي لهيئة البحرين للسياحة والمعارض الشيخ خالد بن حمود آل خليفة أن مشاركة البحرين في اجتماعات منظمة إسكال العالمية التي تحتضنها المنامة يمثل فرصة مهمة لهيئة السياحة وللشركات البحرينية المشاركة في دعم القطاع السياحي، واستغلال وجود مثل هذه الشركات العالمية في المجال السياحي للترويج للبحرين كمنصة سياحية مهمة في المنطقة. التفاصيل في تقرير الزميل طلال نايف. لتنمية القطاع السياحي وتطويره على مختلف المستويات المحلية والإقليمية والعالمية، استضافت مملكة البحرين أعمال المؤتمر 46 لأندية منظمة إسكال العالمية في آسيا، والذي يهدف للترويج لمملكة البحرين كمنصة سياحية مهمة في المنطقة، بالإضافة إلى عقد اتفاقيات مشتركة للتبادل السياحي بين الدول المشاركة في منظمة إسكال والبحرين. منظمة إسكال هي منظمة سياحية تم تأسيسها في عام 1932 في فرنسا. اليوم المنظمة عندها عدة فروع. الفرع الآسيوي تم اجتماعهم اليوم في البحرين. تأثيرها الاقتصادي بيكون جدا إيجابي، بحيث أن مكاتب السفر ووكالات السفر في مملكة البحرين سوف تتعاقد مع هذه الشركات المختلفة والدول المختلفة لاستقطاب المزيد من السواح للبحرين، وأيضا هم المشاركين يتعرفون على بعضهم البعض ويتم التواصل لنمو هذه المعارف لاستقطاب المزيد من السواح في بلدانهم. وشارك في المؤتمر نحو 140 عضوا، بينهم 50 عضوا من رجال الأعمال البحرينيين و70 عضوا من قارة آسيا، كما شارك للمرة الأولى أعضاء من الأرجنتين وكندا والمملكة المتحدة. هذا المؤتمر هو يعني يكمل مشوار هيئة السياحة والمعارض لتطوير وتنمية السياحة ونشر الوعي السياحي في البحرين. جئنا اليوم لنلتقي مع أعضاء المنظمة والأندية لنتباحث في مستقبل المنظمة ورسم الخطط الاستراتيجية، وإن أحد أهدافنا أن تكون منظمتنا ذات صوت مسموع في القطاع السياحي. سيسهم هذا المؤتمر إلى تقوية العلاقات بين مملكة البحرين والأندية المشاركة. وتشتمل منظمة إسكال العالمية التي يقع مقرها في إسبانيا أندية من مختلف دول وقارات العالم، وتضم تلك الأندية مجموعة من أبرز رجال الأعمال والخبراء والمختصين في قطاع السياحة والضيافة والسفر. فرصة مميزة لأعضاء منظمة إسكال العالمية لالتقائهم في أرض مملكة البحرين للتنسيق والتعاون المشترك فيما بينهم لمواجهة كافة التحديات والصعوبات التي تواجه دولهم. طلال نايف، المركز الأخبار، تلفزيون البحرين.
يترأس رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني البوسني المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين أحمد السلوم وفد الغرفة الذي يضم 25 شخصا من نخبة رجال وسيدات الأعمال البحرينيين للمشاركة في فعاليات منتدى سراييفو الثامن للأعمال بجمهورية البوسنة والهرسك خلال الفترة من 19 إلى 25 من مايو الجاري. وتأتي هذه الزيارة مشاهدين بالتنسيق والتعاون مع مركز البوسنة والهرسك للتبادل التجاري والثقافي ومجلس التنمية الاقتصادية في مملكة البحرين. للحديث حول هذه الزيارة معنا عبر الهاتف السيد أحمد سلوم رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني البوسني المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين من ألمانيا. مساء الخير سيد أحمد، بداية كما هو معلوم بأن هدف هذه الزيارة تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين وخلق فرص استثمارية، فما هي الفرص الاستثمارية المتوقعة في البوسنة للبحرينيين ونظرائهم في البحرين؟ مساء الخير، أول شيء مشكورة على تغطية تلفزيون البحرين حق هذه الزيارة الهامة اللي احنا نقوم فيها إن شاء الله غرفة تجارة وصناعة البحرين لجمهورية البوسنة، والتي تعكس يعني تنفيذ قرارات سمو ولي العهد للرؤية الاقتصادية 2030. ثانيا أحب أتكلم عن يعني برنامج الهدف من الزيارة، هو ينقسم لأربعة أشياء وأربع نقاط أقول لك فيها. أول نقطة اللي هو زيارة مؤتمر الأعمال الثامن البوسني، وثاني نقطة أن مملكة البحرين راح تكون لها كلمة في المؤتمر، راح تعبر فيها موقع البحرين وتدعو فيها من خلال المؤتمر مشاركة البحرين جميع المشاركين في المعرض بالاستثمار وأنهم يجون البحرين. بعدين عندنا اجتماع الأول ما بين مجلس الأعمال البحريني والبوسني المشترك بيكون في البوسنة، وبعدين راح يكون مرة ثانية في البحرين. والنقطة الرابعة راح تكون لنا لقاءات مع مسؤولين يعني على مستوى رفيع على رأسهم رئيس جمهورية البوسنة والهرسك والمسؤولين الإسبانيين. نعم. فيما يخص يعني زيارة مؤتمر الأعمال سراييفو الثامن، هذا المؤتمر عادة يكون فيه مشاركين من الصين والاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون، ويكون فيه متواجدين جميع المسؤولين وأصحاب القرار اللي يكونون في البوسنة. نعم. ويكون في عقد جميع فرص الاستثمار وأفضل فرص الاستثمار في البوسنة. نعم. كما هو معروف أن البوسنة وحتى الناس دائما تعرف أن البوسنة بس فيها استثمار عقاري. نعم. بس اللي إحنا نبي نوضحه بهذه الزيارة والهدف الرئيسي أن البوسنة مو بس استثمار عقاري، البوسنة فيها استثمارات كثيرة، فيها استثمارات في الموارد الطبيعية، فيها استثمارات في قطاعات يعني قطاع الأثاث، قطاع الأغذية، قطاع الطبي، قطاع المستحضرات التجميع، قطاع السياحة العلاجية، قطاع النشاط الزراعي، قطاع الفنادق، قطاع المدارس، يعني في قطاعات كثيرة. نعم. كم تفضل. نعم، بالفعل هنالك العديد من القطاعات، وبالحديث عن حجم التجارة المتبادلة كم تبلغ حاليا بين البلدين وما هي أبرز الجهود التي ستبذل لمضاعفة التبادل التجاري؟ الإحصائية اللي موجودة عندنا يعني تقريبا حجم التبادل الاقتصادي ما بين البوسنة والهرسك خمس سنوات الماضية، كان الرقم الموجود عندنا تقريبا 185 مليون دينار. طبعا هذا الرقم يعتبر رقم متواضع على حجم الموارد وحجم الفرص الموجودة في البوسنة نفسها. نعم. احنا اللي راح نسويه من خلال هذه الزيارة، احنا راح ندعو البوسنيين مثل ما احنا رحنا معهم، احنا الوفد اللي مشكل يعتبر ثاني اكبر وفد مشارك في المؤتمر، يعني هاي حسب اللي احنا ظهر لنا اياه، اكبر وفد اللي هو الصين كون 40 شخص واحنا نجي بعدهم. راح يكون حق يعني وفد البحرين راح تكون له خصوصية واهتمام كبير من قبل المسؤولين، راح يكون هاي اول مشاركة رسمية للبحرين عن طريق قطع التجارة وصناعة البحرين بشكل رسمي تروح تشارك وتستثمر في البوسنة. فاحنا نبي ندعوهم ان مثل ما حجينا نشارك عندكم، نبي ندعو المستثمرين البوسنيين انهم يستثمرون في البحرين، تكون البحرين بالنسبة لهم كجيت واي او المحطة لدخول مجلس التعاون لمتمتع فيه البحرين من موقع استراتيجي وسهولة في استخراج الأنشطة التجارية خصوصا حق الأجانب. نعم. من ألمانيا كان معنا السيد أحمد سلوم رئيس الجانب البحريني بمجلس الأعمال البحريني البوسني المشترك بغرفة تجارة وصناعة البحرين، شكرا جزيلا لك. والآن نترككم مشاهدينا مع أسعار صرف الدينار البحريني مقابل العملات الخليجية والعالمية.
نواصل النشرة مشاهدينا مع أداء البورصات الخليجية لهذا اليوم، حيث أغلقت السوق المالية السعودية عند مستوى 6890 نقطة بارتفاع تجاوز مشاهدينا النصف نقطة مئوية. أما بالنسبة لبورصة الكويت فقد أغلقت عند مستوى 6706 نقاط كما هو موضح على الشاشة بارتفاع بلغت نسبة 0.71% لتكون الربح الأكبر بالنسبة لتداولات هذا اليوم. أما بالنسبة لسوق أبوظبي للأوراق المالية فقد أغلقت عند مستوى 4564 نقطة بانخفاض تجاوز النصف نقطة مئوية. ونأتي لأداء بورصة البحرين فقد أقفل المؤشر العام عند مستوى 1311 نقطة بارتفاع طفيف بلغت نسبة 0.12%. وقد بلغت كمية الأسهم المتداولة 2,832,000 سهم بقيمة إجمالية تجاوزت 577,000 دينار تم تنفيذ من خلال 48 صفقة. وقد تركز نشاط المستثمرين في التداول على أسهم قطاع البنوك التجارية حيث بلغت قيمة أسهمه المتداولة ما نسبته 59% من القيمة الإجمالية للأسهم، كما بلغ عدد وحدات الصناديق الاستثمارية العقارية المتداولة 35,000 وحدة بقيمة إجمالية تجاوزت 3,000 دينار تم تنفيذها من خلال صفقة واحدة.